برنامج كي كنتي كيوليتي مازال مستمر. التغيير اللي كاين هو انه هذا العام هذا الموسم هذا غادي نوليو ندوزو غادي ليميسيون غادي تثبت جوج المرات في الشهر، يعني سيمانه لا وسيمانه اه. علاش؟ لانه كيف ما كتعرفوا برنامج كي كنتي كيوليتي واحد البرنامج اللي كبير فيه 6 ديال النجوم ضيوف وبلاطو كبير وبزاف ديال لي مويان اللي فيه. فاحنا جربنا موسم اللي فات كنا كندوزو كل اسبوع ولا شارج كانت ثقيله بزاف، يعني صعيب باش توفق كل اسبوع تلقى 6 ديال النجوم وتصور معاهم وهذا. دونك حاولنا قلنا باش يبدا يدوز كل جوج مرات في الشهر باش نحاولوا نديروا ان شاء الله نركزوا اكثر ونكونوا احسن ان شاء الله. بالنسبه لنسب المشاهده، نسب المشاهده مازالين مرتفعين، فالبرنامج يحقق نسب مشاهده رائعه. والدليل لهذا الحلقه الاخرى هذه ديال سبيسيال ماستر شاف اللي شفتوه حتى هي كانت نسبه المشاهده ديالها عاليه. كنفكر ندير بزاف ديال البرامج اخرين من غير كي كنتي كيوليتي، غير هو مساله الفرص، ربما مازال ما جاش الوقت. ولكن انا واجد عندي بزاف ديال البرامج في راسي، عندي بزاف ديال البرامج في البيرو ديالي مخبيهم، ولكن كنتسنى الفرصه وكل حاجه كتجيب وقتها.